كارلوس حزار، يعطيك العافية. الله يعافيك. ثانك يو، ميرسي. خبرني اليوم حبيت تنضم لورد سنترال كيتشن وسوا بلاست كرمال توسعوا حصص غذائية على مراكز النازحين. خبرني شوي أكثر عن تواجدك اليوم هون. أنت كمان كنت عم تشتغل معنا على فكرة. صراحة من منطلق إنه نجرب قد ما فينا نوقف حد بعضنا بهذا البلد، لأنه ما الهيئة حدا عم يوقف معنا، يعني ما حدا فرقاني معه كأنه. فهالجمعيات الله يخليهم بهمتهم، احنا عم نجرب قد ما فينا نلاقي الصرح المناسب لأنك أنت تكون عم بتساعد، وتكون أكيد أنت أنه مساعدتك عم توصل بالطريقة الصح وللمكان الصح ومع الأشخاص، مع الأشخاص الصح. هذا اللي عم جربنا. اليوم مهم تختار جمعية مناسبة لك لتساعد من خلالها. في بطء، في بطء بالشغل. انت سريع. ايه، اكتشفت موهبة جديدة انه كتير سريع بالباكينج. ليك ايه، كتير مهم صراحة انك انت تعرف مين عم بتساعد وكيف عم بتساعد، لانه يعني ما بدنا كتير نحكي تفاصيل، بس انه في اشي اوقات بتحسها انه ما بتروح دايما بالاتجاه الصح. هون مع الـ WCK وسوا بلاست على الأكيد إنه رايحة الشغلة للمطرح الصح. وشاف قالين يعني ما فيك أنت، ما يعني ما بتعطيك مجال أنت تعطي رأيك، لأنه ما في ولا ملاحظة على الأكل. يعني هالقد الفود سيفتي وهالقد النظافة وهالقد الطعمة وهالقد كل شيء صح عم ينعمل كرمال العالم يكونوا مبسوطين هن وعم ياكلوا. ده اليوم انت كنت قد محمس ومبسوط لتجي لهون وتكرمال تساعد وتعمل هالمبادرة. المهم انه انت تحس حالك بالأزمات، ما شو يعني الفنان هو شو بمجتمعه، مش بس تشتغل بالفن، بده يقف حد خيه الإنسان اللي هو مارق بمحنة. ونحن يعني للأسف إنه كل الأجيال بلبنان مارقة بمحن لها علاقة بالحرب بالتحديد، فما بتحس حالك أنت متورط بطريقة مباشرة، ما فيك ما تساعد، ما فيك تقعد مكتف الإيدين وقاعد عم تتفرج. شيف آلين، نحن معك اليوم مسؤولة وورد كسنترال كيتشن. خبريني شوي أكثر. اليوم حصة غذائية بازيلا ورز، خبريني أكثر. اليوم بازيلا ورز مع لحمة. أنا الفوكل بوينت تبع وورد سنترال كيتشن لبنان. بلشنا من أول ما بلشت الحرب الغزة جنوب لبنان، بلشنا من جنوب لبنان عم نساعد العالم اللي تأذوا، اللي انجبروا يتركوا البيوت. كنا عم نطعميهم هنيك بجزين، بنقورة، حتى ليطانة، صيدا، سور. اليوم بس تأزمت الحالة صرنا مجبورين نشتغل كل بي كل لبنان. اليوم نحن موجودين براس الأحمر، بهرمل، ببعلبك، بكورة، كل المناطق. عم نوزع أكثر من 60,000 وجبة بالنهار. الـ WCK بيشتغل على طريقة إنه بيجي وقت الكارثة وهدفه يطعم العالم، هدفه إنه ما يشوف حدا جوع، ويكون هالأكلة أكثر شيء أكلة لبنانية. يعني إذا هو بلبنان بده يطبخ أكلة لبنانية. نحن اليوم بزلنا ورز مع لحمة وبندورة، بنعمل برغل بدفينة، رز عالدجاج. يعني مش إنه منجيب أكل أو شفية من برا، لا، بنشتغل كلبنانيين للبناني. هيدا الهدف، دايما هيك بيشتغل الـ WCK. وين ما يروح بياخد الشفية تبعيت البلد والتراديشن تبعت البلد وبيطبخ على أساسه. رامي، مؤسس جمعية سوا بلاست، اليوم عم تبعته أو عم بتشاركه مع وورد سنترال كيتشن لتوزعوا حصص غذائية لكافة المراكز أو لعدد كبير من المراكز إيواء للنازحين. خبرني شوي أكثر عن طبيعة شغلكم على الأرض، قد صار لكم بهذه المهمة؟
سوا بلاست بلشت بال 2020 بعد الانفجار، بعد ما شفنا اهلنا بالمنطقه عم بيكونوا كثير مأثرين بالانفجار، كانوا عايزين اكل، كانوا عايزين كثير اشياء، ونحن من الناس اللي تاثروا بالانفجار، فاجتمعنا وعملنا هيدي الجمعيه وبلشنا نساعد باي شيء بنقدر نعمله من ترميم لاكل لكل القصص. باكتوبر ب 8 اكتوبر اشتغلنا مع الورد سنتر كيتشن، بعدنا بلشنا نأمن أكل بالجنوب، يعني بلشنا نبرم على نبطية على صيدا على صور ونكون عم نأمن أكل للعالم يلي عايزة. بس كبرت خبرية، صرنا كبرنا كل الريسبونس تبعيتنا، فصرنا هلا عم نغطي تقريبا شي 50,000 وجبة بالنهار على فوق 150 مركز إيواء بكل لبنان. عم نحكي شوف صيدا صور بعلبك زحلة بيروت أكيد جبل لبنان